السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نشتغل بالمشاريع عندك جهتين تتعامل معهم، الجهة اللي احنا نسميها بالكلاينت اللي هو يا اما يكون متصفح او تطبيق موبايل او تطبيق ديسكتوب اللي يتعامل مع المستخدمين اليوزر. الطرف الاخر اللي نسميه احنا خلف الكواليس اللي ما راح يشوفها اليوزر، لكن يطلب من عنده عن طريق البراوزر او عن طريق الاي بي اي بعض العمليات، وهو راح يقوم بالاستجابة بالاتفاق مع السيرفر، فنسميها بطرف السيرفر سايد. إذن عندك جهتين، عندك الكلاينت سايد اللي هو طرف المستخدم، وعندك السيرفر سايد اللي هو يكون خلف الكواليس اللي يتعاملوا معها المبرمجين. التعامل مع الكلاينت سايد والسيرفر سايد يتم عن طريق بروتوكول اللي هو اسمه HTTP. HTTP هذا هو البروتوكول. طيب احنا بالنسبة لنا بالدورة ده نتعامل مع الريست. الريست شنو قصده؟ هنا اذا جيت كتبت REST Representational State Transfer، ممكن يكون هذا الكلام شوية غامض لك، بس انا راح اجي اوضحها بشكل ادق. طبعا احنا لما نجي نتعامل بطرف السيرفر فراح نتعامل مع ال HTTP حتى نقدر ناخذ الطلبات من المستخدمين او نرسل الشغلات اللي هم طلبوها للمستخدمين. وهذا الشيء يصير عن طريق شنو؟ يا اما المستخدم يريد ينشئ شيء معين اللي احنا نسميها بالكرييت، يا اما المستخدم يريد يستعلم عن شيء معين اللي احنا نسميها بالريد قراءه، يا اما المستخدم يريد يحدث على البيانات اللي احنا نسميها بالابديت، او يريد يحذف شيء موجود في الداتابيز نسميه بالديليت. كل هذه العمليات تتم عن طريق شنو؟ عن طريق ال HTTP request. طبعا هاي الحالات اللي احنا ذكرناها بالكرييت والريد والابديت والديليت اللي احنا نسميها بالكراد اوبريشنز. طيب ال HTTP اللي راح نتعامل وياه ينطينا مجموعه ميثودز، مجموعه طرق بالتعامل مع كلاينت سايد والسيرفر سايد. جميل، اذا احنا عندنا كلاينت سايد وعندنا سيرفر سايد وعندنا الوسيط اللي بيناتهم اللي هو ال HTTP، يوفر لنا مجموعه ميثودز. الميثود الاول اللي هو الجيت. الجيت حتى تحصل من عنده معلومات، تريد تقرا معلومات معينه، تجلب شغلات من الداتابيز، هذه الحاله احنا نسميها بشنو؟ بالجيت. جيت ريكويست على سبيل المثال، جيت ريكويست يستخدم لشنو؟ اذا انت تريد تجيب مجموعه بوست منشورات، فهنا راح يعرض لك شنو؟ يعرض لك البوست اللي موجوده، او اذا تريد تجيب بوست واحد فقط فيجيب لك بوست واحد فقط. يعني اما الجيت يستخدم لجلب كل البيانات او جلب شيء معين. على سبيل المثال انت عملت داتابيز للموظفين وتريد تجيب كل الموظفين الموجودين بالشركه معلوماتهم، او تريد تجيب معلومات موظف معين، فهنا لما نيجي نرسل الجيت ريكوست او الميثود اللي موجود بال HTTP راح يتعامل معاها منه السيرفر بانه يجلب لك البيانات على اساس الريكوست اللي انت طلبته. هنا نفس الحاله ايضا نستخدم معاها جيت. ليش؟ لان انا اريد استعلم عن موظف معين او بوست معين شنو القراءات اللي موجوده في داخلها. الاحظ الفرق بين اثنين، انه هنا اكو شيء اسمه رقم واحد، هذا دلاله على انه راح يجلب لك بوست واحد فقط اللي هو الاي دي مالته يساوي واحد. خلينا نجرب لو نعمل هذا اثنين مثلا ونعمل انتر، لاحظ الاي دي اصبح اثنين، جاب لك البوست الثاني. لاحظ هنا عندك هذا البوست الاول، هذا البوست الثاني، جلب لك هذا فقط. فاذا اذا احنا نريد كل البوستات راح يجيب لك اياها، او اذا ردنا نحدد راح نلاحظ هنا عندنا شيء اسمه اي دي بعد البوست، وهذا راح يجلب لك البيانات اللي انت تريدها لشخص معين. هذه احنا كلها نتعامل مع الجيت اوبريتر. طبعا في عندنا ايضا البوت والباتش، ذول الاثنين يحدثون عن البيانات اللي موجوده في داخل الداتابيز. على سبيل المثال انت تريد تحدث على موظف معين، مثلا موظف عندك محمد عيسى، تريد تعمله احمد عيسى، فتريد تغير الاسم مالته، فالباتش والبوت اثنيناتهم يشتغلون على اساس تحديث البيانات، وتذكر لازم ما من هو اللي تريد تحدثه عن طريق الاي دي مالته. ليش؟ لان اذا ما ذكرت الاي دي راح يقوم بتحديث على كل البيانات اللي موجوده، بينما لما تيجي تحدد مثلا تقول له البوست 1 او البوست 2 فراح يحدث فقط ذاك البوست اللي انت تريد تحدثها.
عندنا الديليت نفس الحالة. الديليت إذا تريد تحذف بوست معين لازم أيضا تذكر شنو ما هو قيمة هذا البوست أو الاي دي مال هذا البوست، لأن إذا أنت ما ذكرته فالديليت راح يحذف كل البيانات اللي موجودة في الداتابيز، وأكيد ما تريد ترتكب هذا الخطأ، فراح تحدد له الاي دي، الاي دي مالته مثلا 2 أو الاي دي مالته مثلا 3، تريد تحذف هذا الشيء فقط من الداتابيز. إضافة إلى ذلك عندنا البوست، البوست يتم استخدامها لخلق البيانات أو إنشاء البيانات، عمل بيانات جديدة، مثلا تريد تعمل منشور جديد مثل ما تعملها بالفيسبوك أو بمواقع التواصل الاجتماعي، مثلا لما تنشئ بوست جديد فيكون بهذا الرابط، بيكون الرابط مالته بهذا الشكل. نلاحظ أنه جلب البيانات وإنشاء بيانات نفس الشيء صح؟ بوست وهنا أيضا بوست، بس الفرق بيناتهم الميثود، هنا يقولك بوست وهنا يقولك شنو جيت. البوست راح ينشئ بيانات ما يحتاج تحدد له اي دي معين، ليش؟ لان هو اصلا ما موجود بالداتابيز، بينما البوت والباتش والديليت حددنا الاي دي مالتهم، ليش؟ لان هذول اصلا موجودين بالداتابيز ما نريد ننشئ، نريد نعدل. بينما البوست هنا لا، احنا نريد نضيف بيانات جديده فهي غير موجوده، فاذا راح ينشئها ما يحتاج انه اني احدد الاي دي مالتها. بهذه الحالة وصلنا لفكرة انه لما نجي نتعامل بين الكلاينت والسيرفر عدنا بروتوكول اللي هو ال HTTP واللي احنا نسميها بال RESTful HTTP او RESTful API، وهذا يعطينا ال HTTP مجموعة methods اللي هي GET, POST, PUT او PATCH و DELETE. هذول اللي احنا راح نتعامل معاهم خلال الكورس مالتنا، لأنه إحنا لما نجي ننشئ مشروع معين لازم نأخذ هذه البيانات من المستخدم، يا أما المستخدم يريد ينشئ بيانات، يا أما المستخدم يريد يضيف بيانات، يا أما المستخدم يريد يقرأ بيانات، يا أما المستخدم يريد يحذف بيانات أو يعدل عليها. خلي في بالك نقطة إنه إحنا أيضا راح نتعامل مع framework اللي هو Express.js. الاكسبريس جي اس مجرد تكتب expressjs.com راح يطلع لك الموقع مال الاكسبريس جي اس، ما اريدك تدخ بيها وتقول شنو هو الاكسبريس والى اخره من امور، هي ويب فريم ورك للنوت جي اس. طبعا فريم ورك جدا خفيف جدا بسيط، كثير من الناس تستخدمها وكثير من الناس تتعامل معها لما تيجي تشتغل مع النوت جي اس، لسبب بسيط كون انه هذا لو ليفل بحيث انه سهل التعامل معها. إضافة إلى ذلك ممكن تلقاها موجودة في الـ NPM، يعني لما تكتب بالـ Search مالت الـ NPM Express راح يظهر لك الـ Express، واستخدامها جدا جدا سهل وتحميلها جدا سهل، يعني مثل ما حملنا أي باكيج اعتيادي فنقدر نحمل الـ Express. هنا يقول لك الموقع مالته وهنا يقول لك الـ Repository مالته كـ Open Source. إضافة إلى ذلك هنا يقول لك الـ Dependencies مالته، أوكي على شنو يعتمد، وأيضا النسخ، لاحظ 264 نسخة تم عمل للإكسبريس. طبعا ممكن يكون النسخة الحديثة مالتك مختلفة، ممكن النسخة مالتك تكون مختلفة، يعني ممكن يكون عندك أنت الأبديت نسخة حديثة يعني أعلى من الخمسة، فهذا الشيء عادي جدا. احنا راح نشرح الإكسبريس كشيء جنرال بحيث انه الكودات اللي راح نستخدمها في داخل الدورة ما راح تأثر عليك لو تغير النسخة. فإذا راح نتعامل مع الإكسبريس لهذا السبب، لأنه عن طريقة نقدر ننشئ الويب سيرفيس مالتنا وأيضا نقدر نصنع الـ API مالتنا ونتعامل مع المستخدمين، وكذلك نتعامل مع مطورين الفرونت إند سواء كانوا هم يشتغلون على الويب أو كانوا يشتغلون على الموبايل أو يشتغلون على الديسكتوب. لهنا وصلنا نهاية الدرس، نكمل وياكم إن شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة.